ملف المحروقات يعود إلى قبة البرلمان. أصر فريق التقدم والإشراكية على مواصلة الترافع حول موضوع الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات، رغم التجاهل الكبير للحكومة ورفضها لمقترحي قانونين سبق أن تقدم بهما في موضوع حول تنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير سامير لحساب الدولة، واستدعى رفاق رشيد الحموني. اذكروا أن المغاربة لا يزالون يطالبون بتخفيض أسعار المحروقات.